بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بشيخنا نحييه، فحياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اختلاف التضاد، قال: وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها. تعيد الكلام. قال رحمه الله: وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لما قرر الشيخ رحمه الله فيما سبق أنواع الاختلاف المذموم والاختلاف المحمود، نعم، وذكر أمثلة للخلاف المذموم من الآيات والأحاديث، ذكر ما وقع في هذه الأمة، أن هذه الأمة ستتشبه أو يتشبه كثير منها بمن قبلها، فالذين قبل هذه الأمة وقع فيهم اختلاف التضاد والتفرق والتقاتل فيما بينهم، فلا بد أن يقع في هذه الأمة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من التفرق الذي هو نتيجة الاختلاف المذموم وهو اختلاف التضاد. ما وقع هذا إلا بسبب الاختلاف، اختلاف التضاد. فلو أن هؤلاء بقوا على الكتاب والسنة ما حصل اختلاف، لأن الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن، فهو يعصم من الاختلاف. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا دليل أيضا على أن الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه يقيان من اختلاف التضاد. أما اختلاف التنوع فهذا يقع وهو غير مذموم كما سبق، لكن اختلاف التضاد. فما حصل في هذه الأمة من الافتراق والتباغض والاقتتال وسفك الدماء إنما هو نتيجة اختلاف التضاد الذي هو خلاف الكتاب والسنة. فأما من بقي على الكتاب والسنة فإنه لا يحصل فيه هذا المحذور، وهو التباغض والاقتتال، وإنما هذا في خلاف في اختلاف التضاد الذي هو الأخذ بالأهواء والأخذ بالآراء الخاطئة والتعصب للفرق والتعصب للمذاهب والتعصب للرؤساء. هذا هو الذي يوقع في الاختلاف التضاد، ويوقع بالتالي بسفك الدماء. نعم. قال رحمه الله: لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها. نعم. بخلاف اختلاف التنوع
فإن إحدى الطائفتين تعترف للأخرى. ولهذا ولله الحمد مثلا أهل السنة عندهم المذاهب الأربعة، ومع هذا لم يحصل بينهم اقتتال، لم يحصل بينهم سفك دماء، لأن كل واحدة تقر للأخرى بما هي عندها من الصواب، وتعذرها بما يقع من الخطأ، لأنه عن اجتهاد، لأن اختلاف المذاهب السنية إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أما اختلاف الفرق المخالفة للسنة فإنه اختلاف تضاد، ولهذا يقع بينها ما يقع من التكفير والتبديع فيما بينها والتفسيق وأخذ السلاح أحيانا فيما بين الفرق المختلفة، فهذا نتيجة اختلاف التضاد وهو مذموم، لأنه لم يكن عن اجتهاد مطلوب، وإنما هو عن اتباع هوى وتعصب وغير ذلك من المحاذير. نعم، ثابكم الله. قال: لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل. نعم، والأخرى كذلك. هذا نتيجة اختلاف التضاد، أن كل واحدة لا تعترف بما مع الأخرى من الحق، بل تضللها وتكفرها وتبدعها وتفسقها، وأخيرا تحمل السلاح عليها. هذا نتيجة اختلاف التضاد، نسأل الله العافية، وأنه يؤول إلى هذا المصير المؤلم. وشاهد هذا واقع في هذه الأمة. نعم. فالواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، ولزوم جماعة المسلمين حتى يسلموا من هذا البلاء الذي لا ينتهي أمده. نعم. الحل يكون ببيان الحق ولزوم السنة، أو بصرف ذلك كله وإشغال الناس بالشهوات، الحل أو إقبال حملهم على كتاب السنة لمعرفة الواجب؟ أحسنت، هذا تنبيه طيب، وهو أن بعض الناس اليوم يقول نتيجة ما يحصل من هذه الصراعات وهذه الأهوى وهذا الاقتتال إنما هو نتيجة التحجير على الناس في أفكارهم وفي تصوراتهم، فأعطوا الناس الحرية والسعة، كل يذهب إلى ما يريد وكل يفكر فيما يريد، حتى إن الناس يأتلفون ولا يحصل بينهم شقاق ولا نزاع، بزعمهم ما حصل إلا لدراستهم الدينية. أي نعم، فهم يحملون أهل الحق وأهل الخير أنهم هم السبب، لأنهم يحجرون على الناس في أفكارهم، يقولون هؤلاء كأنهم أوصياء على الناس وهكذا، فهؤلاء المخذولون يفكرون هذا التفكير. ولكن بالعكس، إنما أوقع الناس في البلاء هو إطلاق الحرية لهم في تصوراتهم وأفكارهم وعقائدهم، فهم حينئذ كل حزب بما لديهم فرحون، كما قال الله تعالى: والأهوى لا تنتهي، والرغبات لا حد لها، والتعصب لا ينتهي أبدا. فليس ضمانة الاجتماع والتآلف، ليس ضمانته إعطاء الناس الحرية، بل بالعكس، إعطاء الناس الحرية هو الذي يوقعهم، لأن الناس محكومون بالكتاب والسنة. لو أن الأفكار والعقول تكفي لما احتجنا إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن الله برحمته سبحانه ما وكلنا إلى أفكارنا وعقولنا وآرائنا، فليس الذي ينهي النزاعات والصراعات هو إعطاء الحرية لكل من هب ودب في أن يقول ويفعل ما يريد، وإنما الضمان هو اتباع الكتاب والسنة، لأنهما هم العاصمان من الاختلاف والتفرق والنزاع. فعلى العكس مما يطالب به هؤلاء، فنحن لسنا أوصياء على الناس إلا بوصاية الله جل وعلا، هو الذي أوصانا وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
فهل يقولون إن الله أيضا وصي على الناس وأن الناس ليس عليهم وصاية؟ إذا قالوا هذا انتهى كفرهم ولم يبقى بعد هذا كفر. نعم. فالله جل وعلا نعم أوصانا، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا، والعلماء يوصون، فهم أوصياء على الناس لأنهم ورثة الأنبياء، فهذا هو الحق وهذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر نعم. هذا في غير موضع ليكون عبرة لهذه الأمة. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فالله أنزل الكتاب لأجل هداية الناس للحق فيما اختلفوا فيه. نعم. لأن المختلفين ليسوا كلهم على حق، لا شك، وإنما يكون على الحق بعضهم والكثير على الباطل. من هو الذي على الحق؟ هو الذي وافق الكتاب الذي أنزله الله، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا أردنا أن ننهي النزاعات والخصامات فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهدى الله الذين آمنوا، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني ليس لهم عذر، لأنهم ما تركوا الحق عن خفاء في الدليل، بل الدليل واضح، وإنما تركوه لاتباع أهوائهم وإعراضهم عن الدليل. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ما هو السبب؟ بغيا بينهم، بغى بعضهم على بعض، والبغي هو التعدي، فما كان لهم أن يبغي بعضهم على بعض لو أنهم رجعوا إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالله جل وعلا وفق أهل الإيمان بأن بقوا على الكتاب، فلذلك لم يحصل بينهم اختلاف تضاد. نعم يحصل بينهم اختلاف تنوع واجتهاد، وهذا لا يفرق بينهم كما هو معلوم ومشاهد. فإن المسلمين ما زال بينهم الاختلاف في المسائل الفقهية والاجتهادية، ما زال الاختلاف موجود. ومع هذا لم يوقع بينهم شقاقا وقتالا ونزاعا، وإنما الذي يوقع في ذلك هو اختلاف التضاد، وهو أن يأخذ طرف بغير الحق ويريد أن الناس يوافقونه على مذهبه، وأن يترك الكتاب والسنة ويذهب معه إلى الباطل. فلذلك يحصل الاختلاف والاقتتال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. ذكر الله هذا أن الناس إنما اختلفوا عن أهواء، ولم يختلفوا عن خفاء في الحق، لأن الله بيّنه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزال كتابه، فالحق موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولو أن المختلفين رجعوا إلى الكتاب والسنة لانتهى النزاع وانتهى الخلاف. الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم خلاف فيرجعون إلى كتاب الله فينتهي النزاع. اختلفوا في ولاية الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما رجعوا إلى الحق لما أخذوا بالأدلة وبايعوا أبا بكر الصديق لأنه أفضلهم، ولأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرضه، رجعوا إلى الحق وانتهى النزاع. فالصحابة يختلفون ولكن يرجعون إلى الكتاب والسنة فينتهي النزاع. وكذلك المسلمون في مختلف عصورهم يحصل بينهم اختلاف، لكن يرجعون إلى الكتاب والسنة فينتهي الأمر. أما أهل الأهواء وأهل النزعات والنزغات فهؤلاء لا يرجعون إلى الحق، لأنهم لا يريدونه، لا يريدونه، وإنما يريدون تحقيق رغباتهم واتباع شهواتهم وأهوائهم.
والأهوى والرغبات لا تنتهي أبدا ولا تنضبط بضابط، وكل له رغبة تخالف رغبة الآخر، وكل له هوى يخالف هوى الآخر. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه مقال وصححه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، الحديث هذا جاء في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، جاء في الرواية أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأعاد الرجل السؤال فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد صلى الله عليه وسلم فعاد الرجل يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم، فهذا فيه دليل على أن الواجب أن نتبع الكتاب والسنة، ولا نفترض المسائل والافتراضات التي ما بينها الله لنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. فالواجب أن نأخذ الحلال البين وأن نترك الحرام البين، وأن نتوقف عن المشتبه حتى يتبين أمره، ولا نتساهل في المشتبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا أشكل عليك أمر فخذ بالشيء الواضح واترك الشيء المشتبه حتى يتبين لك. وأيضا الجاهل ليس له أن يدخل، ولهذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس. فالجاهل ينبغي أن لا يدخل في الأمور المشتبه ويقول هذا حلال ولا حرام، ما يدخل فيه لأنه ليس مؤهلا لذلك، وإنما هذا شأن العلماء، فيرجع إلى العلماء في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. شوف كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر والنهي. الأمر قال: ما أتوا منه ما استطعتم، وأما النهي فاجتنبوه، لأن ترك النهي سهل بخلاف الأمر، فقد يكون فيه صعوبة، يعني امتثاله كله قد يشق على الإنسان، يمرض ويسافر ويأتي عليه أعذار، فلا يستطيع القيام بكل الأوامر، فيأتي منها ما يستطيع. أما النهي فإنه ترك، والترك سهل، ما هو مثل الأمر. الأمر يحتاج فعل، يحتاج حركة ويحتاج كلفة، خلاف النهي فإنه ترك الشيء فقط. ولهذا قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه أيضا لا ينهى إلا عما فيه مضرة، مضرة راجحة أو مضرة مساوية، أو مضرة مساوية، فما كان ضرره مساويا أو أكثر من نفعه فإنه يجتنب، وما كان نفعه راجحا فإنه يفعل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة سؤالهم، كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. نعم، هذا فيه النهي عن سؤال التنطع
وسؤال التكلف والسؤال عن شيء لا يحتاجه الإنسان. نعم، يحتاج عما يسأل عما يحتاج إليه، أما الشيء الذي لا يحتاج إليه فإنه يكف عنه، لأنه ربما لو بين له لتركه. ولهذا قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. على أنبيائهم، فهم سألوا ولما سألوا وأجيبوا لم يفعلوا ما أمروا به، فدل على أن الإنسان لا يتكلف في السؤال ولا في الأشياء، وإنما ما بين له أخذ به، وما لم يبين له تركه. ولهذا جاء في الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم. قال: كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة. نعم، بنو إسرائيل من شأنهم التكلف، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لما أمرهم الله في قصة القتيل، في بني إسرائيل قتل قتيل فجهل قاتله من هو، ويقال إنه كان الرجل ثريا، فأراد ابن عمه أن يستعجل موته فقتله من أجل أن يأخذ ماله وأن يرثه، لكنه قتله خفية، ما يعلم من هو قاتله. فاختصم فيه بنو إسرائيل عند موسى عليه السلام، فأوحى الله إلى موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه بجزء منها، يضرب القتيل بجزء منها، وسينطقه الله ويبين من هو الذي قتله. فلو أنهم بادروا بذبح بقرة، أي بقرة، لحصل المقصود، لكنهم تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشدد الله عليه. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فشوف أول موقف لهم أنهم سخروا من نبيهم عليه الصلاة والسلام، وظنوا أنه يسخر منهم. وهل الأنبياء يسخرون من الناس؟ هذا الدليل. نعم، هذا دليل على سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتتخذنا هزوا، يعني كأنهم ما وثقوا به. كان الواجب أن يمتثلوا ويبادروا، لأنه رسول الله، هذا هو الواجب. هذا أول موقف لهم، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن السخرية بالناس والسخرية بالمؤمنين إنما هي فعل الجهال، وهذا لا يليق بالرسل عليهم، لا يليق بالمؤمن فضلا عن الرسول فضلا عن الكليم عليه الصلاة والسلام. تتخذون هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. شوف، هذا أول المشقة، عوان بين، متى يجدون هذه؟ لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، بين الفارض والبكر، يعني بين الصغيرة والمسنة. فافعلوا ما تؤمرون. نصحهم بأن يبادروا، يتركوا الأسئلة، لكنهم لم يمتثلوا. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء. ضيقها عن الأول، الله كل ما يسألون ضيق عليهم. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شوف، ضيق عن الأول بسبب السؤال. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول العلماء: لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما اهتدوا أبدا. إنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. متى يجدون هذه؟ ليس فيها لون آخر غير السواد. ليس لا شية فيها، يعني ليس فيها عيب، الله أعلم. ليس شية يعني عيب، أو أنه ليس فيها لون غير لونها، غير لون معين.
غير لون معين لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، يعني من الأول ما جاء بالحق. شوف يعني تهكمهم بالأنبياء، وهذه طبيعة بني إسرائيل إلى الآن، نسأل الله العافية، مع البشر كلهم، فكيف مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. تشدد الأمر عليهم بسبب أسئلتهم، فلو أنهم بادروا من أول الأمر وأخذوا أي بقرة، لأنه قال أن تذبحوا بقرة، ولم يحدد لا سنا ولا لونا ولا صفة، أي بقرة، لو أنهم ذبحوها من الأول وسهلوا على أنفسهم لسهل الله عليهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضها، لما ذبحوها ضربوه بجزء منها، فقال قتلني فلان. وهذا من المعجزات، من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.